السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الدرس 18 اللي راح نتكلموا فيه على نماذج الطباعة. أول نموذج راح نتكلموا عليه هو طباعة قائمة. كما راكم تشوفوا هذا النموذج وهذا العرض اللي فيه ثلاثة مراحل، راح نديروا شرح يعني مختصر على المراحل هذه. المرحلة الأولى وهي كما قدامكم هي ربط ماذا؟ ربط المكون اللي هو تيا داتا داتابيز داتا سيت مع مصدر البيانات الموجود في نماذج داتا موديل، فهي تمثل الوسيط بين مصدر البيانات والتقرير من خلال الخاصية داتا سورس. وش معنى الكلام هذا؟ أن في الفاست ريبورت توجد خاصية مشابهة لخاصية الداتا سورس في الأديو، هذه تعتبر وسيط بين ماذا؟ بين النموذج و بين التقرير و قاعدة البيانات. هذه كمرحلة أولى. المرحلة الثانية ولا النقطة الثانية هي عند النقر المزدوج على المكون ريبورت. ريبورت هذا مكون نقدر نعتبره وكأنه هو الصفحة التي سوف تطبع. عند النقر المزدوج عليه تفتح صفحة تصميم التقرير، صفحة تصميم التقرير اللي هي أمامكم في الصورة. بعد ما نفتح صفحة تقرير تصميم التقرير تأتي المرحلة الثالثة، هي صفحة التصميم في حد ذاتها يعني فيها العديد والعديد من الخصائص، ومنها نربط ماذا؟ نربط مع مصدر البيانات، يعني نربط هذا النموذج ولا هذه الصفحة مع مصادر البيانات اللي هي بدورها مربوطة مع ماذا؟ مع قاعدة البيانات. هذه بصورة عامة، هذه بصورة عامة الأمور اللي راح نتكلموا عليها. نروحوا إذن في التطبيق الآن. نقطة هنا بالنسبة اللي لم يعني يشوفوا برنامج الفاست ريبورت، هاورها أمامكم، يعني هاور أمامكم المكون تجدوه في التبويبات. بالنسبة اللي ما عدوش يقدر ينستاليه ولا يدلو كومبوننت انستال باكيج. بالنسبة لكومبوننت انستال باكيج هذه تضغطوا على الاد. بالنسبة لها عفوا عندكم درس يعني سوف أضعه في رابط الوصف، درس مفصل حول الفاست ريبورت، يعني اللي ما عندوش الفاست ريبورت وراح ينستاليه في الدلفيزات يوجد درس يعني بالتفصيل الممل يعني من A إلى Z. إذن اللي ما عندوش الفاست ريبورت كما قلت هي مباشرة يفتح البرنامج وينستاليه. هذه بالنسبة إلى الآن. إذن نبدأ في عملية الدرس. الآن راح نقوم بإنشاء نموذج تصميمي تاع التقرير خاص بالزبائن. راح نأخذ مثال اللي هو مثال حول الزبائن قائمة، يعني راح نديره قائمة في الدرس القادم إن شاء الله. راح نديره على الفاتورة، فاتورة تكون أكثر تعقيدا نوعا ما. هذا نموذج الزبائن راح تكون في قائمة بسيطة يعني بهذه الطريقة اللي راح نشوفها. إذن هذا اللي الإطار الأحمر هو الصفحة اللي هو يسمى ريبورت، نضعه ونغير له بعض الخصائص، منها الاسم، ندير له اسم دلالي مثلا كليو، يعني يبدأ هو ديما يبدأ بالبادية أفريكس يعني فاست ريبورت. وبعدها الثانية اللي هي هذا الإطار المربع اللي هو داتا سيت، هذا اللي هو اللي كما قلنا هو الوسيط، هذا يربط مع داتا سورس. راكم تلاحظون غيروا الاسم الى كليون لانه سوف يربط مع جدول كليون، وايضا نغيروا له خاصيه داتا سورس هذيك اللي نديروها يربط مع الداتا سورس يعني الدي اس كليون اللي هي موجوده في الداتا موديل، فقط نغيروا هذيك الخاصيه فقط. هذه هي الامرين المهمين، يعني بضغطتين على الفاست ريبورت على الريبورت عفوا هاي أمامكم يعني هذه الصفحة البيضاء تشبه الورد إلى حد كبير، فيها العديد من الخصائص يعني اللي مع يعني إذا من الأحسن تشوفوا الدرس السابق اللي تكلمنا عليه اللي عطيته لكم ونشوفوا العمل. إذن نربطه عن طريق الداتا كما شفتوا قبل قليل، نربطوه مع أفريكس كليون، يعني هذا الريبورت راح يستخدم إلا الكليون. كما راكم تلاحظوا تظهر القائمة هنا بها جميع أسماء الأعمدة التي أمامنا. الآن راح نقسم الصفحة إلى تقسيمات معينة، يعني أي صفحة لديها تقسيمات، عندنا الهيدر والفوتر والكونتيننت. عندنا أول شيء راح نقوم بريبورت تايتل يعني عنوان التقرير،
وعندنا الهيدر وعندنا ايضا الفوتر، عندنا الماستر داتا ديتاي داتا، عندنا العديد من الامور اللي هنشوفهم ممكن في دروس اخرى ممكن في المستقبل ان شاء الله. المهم اهم شيء اللي راح نقوم به الان هو ريبورت تايتل. اول حاجه نحطو ريبورت تايتل اللي هو راح يكون فيه العنوان، وبعدها وش راح نضيفه؟ ايضا راح نضيفه الهيدر والماستر داتا، راح نضيف العديد من الامور. اذا نضيفه الهيدر راح يكون فيه اسماء الحقول، والماستر داتا راح يكون فيه الحقول في حد ذاتها تربط مع داتا سيت كليو بهذه الطريقه. وبعد ما نضيفه الفوتر يعني تذييل الصفحه. الان راح نضيف نص مربع نص كما قلت لكم يعني كما الورد تماما، نغير فيه الاسم قائمه الزبائن، غير خصائص كل شخص وعنده الحريه. نعم، بعد ذلك نضيف بالسحب والافلات من التبويب داتا، بالسحب والافلات الى النموذج والله الى التقسيمه اللي هي ماستر داتا. ماستر داتا اللي هي باللون البرتقالي لازم يكون فيها البيانات، لازم تكون في ذاك المكون اللي هو اللي باللون البرتقالي. لماذا؟ لنلاحظوا، لاننا سوف نلاحظون راح يعمل لها يعني بوكل، والله يعمل حلقه تكراريه تقوم وتكررنا المعلومات الموجوده في قاعده البيانات. اذا كانت عندنا 50 تسجيله يدلنا 50 تسجيله، اذا كانت عندنا 10 تسجيلات يدلنا 10 تسجيله. اذا كان ما تعودش في هذاك المربع نتكرر الا مره واحده. لاحظوا الان كي نشغلوا البريفيو راح تلاحظوا انها تكررت الحسب المرات الموجوده فيها. نعم كما راك تلاحظوا، اذا كانت مكان ما هيش في ذاك المربع الاحمر راح تكرر الا التسجيله الاولى فقط. فهمتوا العمليه؟ اذا جيد، الان راح نوضع العناوين. هذه العناوين راح تكون في الهيدر. الهيدر وش معناه؟ معناه راس. ماذا راس؟ ذلك التكرار، يعني الرقم الحوايج اللي راح تكرر هذيك راح نديروها اسماء دلاليه، راح نضيفوها نديروها بعمليه بسرعه. تغيير الخصائص الالوان، هذا الفاست ريبورت يعطيك من العديد من الامكانيات، يعني تغيير الخط، تغيير اللون، يعني العديد من الامور اللي تستطيعون بها من خلاله. ايضا رسم المربعات، الاشكال، كل في القائمه اللي هي اللي في جهه اليسرى. ايضا بالنسبه للفاريابل، يعني درنا فاريابل دي فاريابل، هذيك راح نضيفوا فاريابل ديت، عندنا التاريخ وعندنا البيج ديت والبيج، هذا من الامور الامرين اللي راح نشوفهم. هذه عباره على امور يعني مجهزه مسبقا في الفاست ريبورت. ديت يعني يعطينا الدات على حساب التاريخ الموجود في جهاز كمبيوتركم، والصفحات العدد الصفحات الموجوده، كانت تسجيلات كثيره تكون صفحات كثيره. انضيفوا دي بيج وايضا ديت فقط من اجل ايضاح الامر فقط بهذه الكيفية، ونشغلوا. لاحظوا ان تاريخ اليوم والصفحة، تاريخ اليوم والصفحة لازم يكون في الاسفل تماما، لذلك ما نديروش الفوتر هذا، نديرو فوتر بيج فوتر، عفوا مش فوتر، بيج فوتر، بيج فوتر يكون دائما في اسفل الصفحة، ونحذفو فوتر. فوتر هذا خاص بالتقرير ولا بجدول، يعني تذييل الجدول، هنشوفوه في الدرس القادم ان شاء الله. شغلوا، لاحظوا انها جات مباشره في اسفل الصفحه. التقسيمات هذه مهمه جدا لتنظيم النموذج وتنظيم التقرير الخاص بنا. هذه بسرعه عامه، لاحظوا العمليه، هذا البريفيو. بقت لنا بعض الامور الاخرى الهامشيه اللي هي امور تنسيقيه فقط. هذه بعض الامور التنسيقيه راح نضيفوها كما تكلمتكم من قبل، يعني لاحظتوا كي غيرنا عرض التقسيمة لاحظوا أن المسافات اتسعت. الآن راح نضيف بعض المربعات والأشكال لرسم الجدول. عدنا ريكتانجل نضيفوه، ريكتانجل هذا راح يقوم بعملية رسم إطار كبير حول عناوين الحقول. للأسف هنا في فاست ريبورت والتقارير هذه ما تعطيك الجدول واجد، جدول مرسوم مهيئ كما الورد، ولكن الجدول في حد ذاته يجب أن عليك أن تصنعه. إذا صنعنا الخلية الأولى من الجدول، وراح نصنع أيضا
الحدود ولا الإطارات الخاصة بالخلايا. لاحظوا كل ما نضيفوا هذاك السطر رانا وكأننا نضيفوا خط في جدول، الخط هذا راح يتكرر على حساب تكرار القواعد تاع البيانات، ولا حساب تكرار الحقول الموجودة في قاعدة البيانات. دونك تشوفوا كي نديروا التهي او نديروا عفوا البريفيو تشوفوا النتيجة كيف راح تظهر. لازم يكونوا بنفس الطول لأنه سوف يكررون عدد من المرات، هذه الأعمدة تكرر عدد مرات مع بعضها، كي تكرر عدد من المرات تولي وكأنها ماذا؟ سطر واحد، تصبح وكأنها سطرا واحدا. إذن هذه عملية تنسيقات بسيطة. إذن كما تكلمتكم هي أهم شيء هو أنك تكون تربط الداتا وش من جداول راح تربط معهم عن طريق الريبورت، قائمة ريبورت داتا، تربط الجداول وسحب وإفلات. وين راح يكون سحب الإفلات؟ راح يكون في التقسيم المناسب اللي هي الماستر داتا بالنسبة للقوائم، وأيضا ديتاي داتا بالنسبة للعديد من الأمور الأخرى. هذه فقط رانا نقوم ببعض التنسيقات، من الأحسن أن العناوين تكون بخط عريض. هذه بالنسبة للعناوين. ايضا نقدر نضيف صور، نقدر نضيف اطارات، يعني نقدر نلون الخلفية، نقدر يعني نلون الحقول، تاريخ الداتا، يعني العديد من الخصائص هذه يضيفها الفاست ريبورت، يعني توجد حتى يعني تمثيلات البيانية. راكم تشوفون نغير الخط، ويدعم لغة، يدعم اللغة العربية ويدعم الخطوط العربية، يعني في العديد من المميزات. كما قلت لكم طلعوا على الدرس اللي راه في رابط الوصف تشوفوه. لاحظوا كي شغلنا ان التقسيمات هذه كل الخطوط اللي درناها جات خطوط متقطعه. لماذا جات خطوط متقطعه؟ لانها هنا نقطه مهمه، لازم يكون الخط اللي رسمناه هذاك الفاصل لازم يكون تماما يعني مع التقسيمه، يعني مع نهايه التقسيمه تم، ما يكون كبير عليها ما يكون صغير عليها، لازم يكون تماما ملاصق للجانبين. لماذا؟ لأن راح يكرر عدد من المرات، إذا كان ناقص 1 مليمتر راح يجي على شكل متقطع، إذا كان جاء طويل جدا يكون خارج كما راكم تشوفوا في الصورتين الذي أمامكم. راح نديروه ملاصق تماما، يعني الحافة الأولى مع الحافة الثانية تمام. كما راكم تشوفوا فيه زائد قليلا راح نقصله، هذا أيضا زائد قليلا راح نقصله. هذه العملية، لاحظوا الآن كيف جاءت العملية، يعني جاءت بطريقة ممتازة. هذه بالنسبة للتنسيقات العامة. الآن نقدر نضيف العديد من الخصائص تكلمنا عليها من قبل، ونقدر نغير التنسيق، نقدر نغير أي عديد من الأمور. نضيف مثلا عنوان كبير، برنامج مبيعات لو فوترا، لكم الحرية التامة. نقدر نغير له الخط واللون. هذا التنسيق يرجع الى تنسيق الفاتورة، نقدر نديرو فاتورة من الحجم الصغير من الحجم الكبير الى اخره. نضيف مثلا صورة، هذا صورة يعني معبرة فقط. يعني تعمل معهم بكل بساطة. هذه بالنسبة لي الصور. لاحظوا الآن هذه هي العملية الكاملة يعني دعنا بهذه الطريقة. هذا فيما يخص يعني هذه الخصائص. كما كلمتكم من قبل عديد من الخصائص موجودة في البرنامج. الآن راح نقوم بعملية مهمة جدا، وهي برمجة زر اللي كنا نضغط عليه مباشرة راح يفتح لنا نموذج طباعة، ما كان له يفتح لنا الفاست ريبورت، يعني من خلال إنشاء زر بسيط نعطيه اسم دلالي مثلا طباعة قائمة الفواتير وقائمة الزبائن مثلا، ونغيروا له بعض الخصائص طول العرض، هذه ترجع لكم توما كل شخص كيف يغيرها،
ونربطوه مع ماذا؟ مع النموذج او التقرير اللي هو الريبورت، الحساب الاسم تاع الريبورت هذاك راه مبرمجوه برمجيا. تغيير الخط هو كل شخص حريته، تقدروا تضيفوا بيت بوطون فيه صورة من الأحسن. يعني لاحظوا الآن راح نقوم بعملية ربط مع الريبورت، يعني نديروا اسم الريبورت اللي هو ماذا؟ FX أو أمامنا FX تأكدوا من الاسم FX RPRT جيد كليون بوان ماذا؟ راح نضيفه الخاصية ولا الشاو ريبورت بهذه الطريقة، ونشغل البرنامج مباشرة عندما الضغط على الزر يفتح لنا مباشرة نموذج الطباعة، وكأنه يقول لك الطبع مباشرة يعني لحساب القائمة تاعنا، وتكون يعني محدثة وفيها أحدث الإضافات. ماذا راح نضيفه؟ حقل جديد، نضيف حقل جديد مثلا أيا كان الحقل، ونشغله يعني نضيفنا رياض محرز. إذا نضيف القائمة في الأخير نلقاو رياض محرز. هذه بالنسبة لدرس اليوم، يعني نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم. الدرس القادم راح يكون مهم جدا، راح يكون خاص بنماذج طباعة الفاتورة، واللي هي فيها بعض الخصائص المتقدمة نوعا ما، لأن فيها حساب وفيها راح نموذج راح يتصل مع العديد من النماذج الأخرى. وفي الأخير أشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.